توقعت مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز أن يتطلب مشروع حقل الزبير النفطي استثمارات تبلغ نحو 10 مليارات دولار. كان وزير النفط العراقي قد أعلن فوز كونسورتيوم يضم شركات إيني وكوغاز الكورية الجنوبية وأوكسيدنتال الأمريكية بعقد لتطوير حقل الزبير، إلا أنه لا يزال يتطلب موافقة مجلس الوزراء العراقي. ومن المتوقع أن يرفع الكونسورتيوم إنتاج الحقل من 200 ألف برميل يوميا إلى 1,125,000 برميل يوميا خلال 7 سنوات، وسيتطلب ذلك استثمارات تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.